مرسول الحب فين غبتي؟ سي وي سي فري فين غبت؟ والله الظروف يعني ما تيتهيأ ليش انه في فنان تيبغي يبعد عن الفن، لانه الفن تتولي اون فري اتراكسيون فا اون ادكشن حتى تنقولوا اليوم، لانه سبحان الله الحب الناس الحب اللي تتعيشه يوميا، هذا تيسلم عليك، هذا تيسول فيك، هاد الفرحه اللي ما تقدرش في التالي في يوم وليله تتصفي. ما دونك حتى انا توحشت، حتى انا تألمت انه ما كنتش موجوده خلال هالعشر سنين، بعدت عن احبابي، بعدت عن الفان ديالي اللي تيسولوا عليا، والحمد لله انا اليوم موجوده بالبوم فرحانه به، لانه البوم مشرف، البوم تيجمع دو كولتور، فيه موسيقى جميله جميله جدا، في كلمات حتى هما ليهم مضمون، ومع فرقه عالميه كيف اللي شفتو تشيكو دي جيبسيز لي فونداتور دي جيبسي كينغ، في تقنيه عمل، في فكر غزال، وباللهجه المغربيه، زعما الحمد لله تنشكرك يا رب. شفنا هذا الميكساج ما بين الثقافه المغربيه والاجنبيه، ما هو السر اللي خلاك انك توجهي لهذا الشيء؟ انا احنا في المغرب بيان سيغ، احنا عارفين احنا في المغرب قراب لهذه الثقافه فعلا، حنايا النوغ كله، وفي المغرب تنسمعوا بزاف من صغرنا وحنا تنسمعوا لي جيبسي كينغ. انا تنعقل في دارنا والديا خوتي اللي كبر مني تيسمعوا ديجا، دونك سهل عليك ودنك سبحان الله مدي على هذا وسانوفا. يعني حتى ملي دخلت لو ستوديو لقيت لا فيزيون سهله، وغتسمعوها في الالبوم وصدقني غتحس كانه ما عرفت، يعني ماشي ما تتحش بشي حاجه تو ديرونج في لي دو فيرسيون، دونك يا ربي تعجب. هذا هو اللي خلاك ترجعي للساحه؟ انا كنت نتمنى انه منين نرجع ديما نرجع بشي حاجه زوينه. انا يمكن ما عملتش اعمال بزاف، لكن الحمد لله من البدايات وانايا شويه داك الشيء اللي عملته زويون مضمون، كلمه زوينه، صوره زوينه، الحمد لله نبغي نكمل هكا، لانه نقدر نكون كنت موجوده ديك 10 سنين كلها وتندير اعمال هابطه ولايش. بالنسبه للتجربه ديالكم الجديده كيفاش كتشوفيها انت مستقبلا التجربه الجديده اللي دخلتي لها بعد 10 سنوات من الغياب؟ كيفاش كتشوفي هذه التجربه الجديده؟ كيفاش غتكون عندك؟ انا بالنسبه لي كروتور كرجوع جميل طبعا، نرجع مع فرقه كيف هما، انا حابه نكون في العالميه، فبالتالي فتحت لي مجالات كثير. اليوم الحمد لله تنوصلت لكل القنوات المهمين في فرنسا، وتنتمنى كذلك في الخارج، هذا الشيء مشرف لي، وهذا هو اللي كاع الفنانين تيتمناوا هذا الشيء. مي تشيكو وفرقته هما ما غنقدرش نكمل معاهم، نقدر نقول لك انا غنبقى دائما نغني معاهم يمكن من وقت لوقت، لكن نحب نكمل انا كحسنة بوحديتي، نغني داكشي اللي انا تيواتيني او اللي تيعجبني او لا صورتي انا كحسنة ان شاء الله باذن الله. مي كيفاش تنشوفها اليوم ما نقدرش نقول لك، تنشوفها بالاغنيه المغربيه، لانه يعني انا ديما قلتها قبيلات بانه انا مشيت من المغرب صغيره بزاف، ويمكن كوني عشت برا بزاف وفي غربه عندي فوالا عندي ما يتقال. بالنسبه لهذه المجموعه تشيكو هناك لمسه مغربيه من خلال حسنة. وي هو مغربي الاصل، فتا هو عنده هذاك الاتيرونس فوالا سي زوريجين تيجبدوا كل شيء، داك الشيء سبحان الله دائما لاحظوها كاع الناس اللي تلقاها عاشت برا بزاف ولا مشات صغيره ولا مات، عندها واحد الحب، عندها واحد بشكل رهيب، عندها واحد الاحساس، تتبغي تكون موجوده في بلادها، تتبغي تقدم اكثر، تتبغي تتحس اكثر يمكن. فوالا تو سكو جي ا دير، ما بغيتش نطول عليكم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم الالبوم. هو موجود في كل بلاتفورم، يوتيوب سميتو اونيدوس اللي هي الوحده، لا فيزيون، فوالا تشيكو اند جيبسي احسنا. وشكرا. كلمه اخيره للمغاربه. توحشكم بزاف فعلا، وسعيده سعيده سعيده دايوغ بينا
انه رجعت وانه يعجبكم الالبوم. شكرا.